أغمضت العين على حزني فرأيت قسى، ورأيت الخمسة في قلبي صبحا ومساء، واذ غاب الرسول والدنيا تقول يا قلب البتول تأتيك النصول. غاب فغابت أم أبيها بنزيف دموع، مات وماتت أم أبيها بنزيف ضلوع. جاء الدور على من صلى والقلب غريب، هذا حيدر في محراب والرأس خضيب، والكون جريح متهاون والوحي كئيب، والكوفة تمتد أثاعاً والحشر قريب. هل هذا الحسن المسموم المحروق حشاه، أم هذا القرآن تفرع والحسن تلا؟ يا يثرب ما حال إمام والغدر رما، والنعش جريح بسهام من قوس عدا. من هذا الخامس يا دنيا والطف ضرون، عطشانا يرمى وعليه الويلات سهام، محزوز النحر وما بين فرات وخيام، يسمع زينب تندب تهدي للنحر سلام. من هذا الخامس يا الله وضل وحيد، والشمر أتاه يحز وريدا تلو وريد، والقلب عطيش يتلظى والحر شديد، يقضي عن كل أحبته والأهل بعيد. يا يوم حسين لن تصدى، والجرح بزينب لن يهدى، وعزانا يبقى بعزاها، سنعيش حسين ونموت حسين.